انا بيكو فرد السيطره انا في البلد دي عنطره انا حمله بالاصول ربك تديني القبول جمهوري في ظهري مجزره اولا الكلام اللي انت بتقوله ده كلام مكسور يعني ما ينفعش يتغنى اساسا هنا في مانع الموسيقيه هنا في مصر اللي بتمنع اي شاب يبقى ليه جمهور يغني هنا في مصر هنا المانع الموسيقيه دي اللي كل واحد انا جاي بقول له عايز اشتغل طالب مني 300,000 و400,000 جنيه عشان اخش النقابة احنا مش هنسكت وانت مش فارق معانا ولا انت ولا النقابة بتاعتك احنا شغلنا كله على اليوتيوب وفي الافراح الشارع